فرحة الافريقي، والله على فرحة. شوف الكورة وشوف اللمسة بالكعب الجميل من الحداد، وبعد كذا مرور ناجح من بن علي. ومع هذه الأجواء الفرحة، ومع هذه الأجواء الرائعة، ومع هذه المباراة الهائلة أيها الأحبة والباهية لعشاق كرة القدم، فعلها السي إيه، فعلها أبناء باب جديد عن طريق روزي كي، عمل بنتوين، وأفرح فيه الأحمر والأبيض، أفرح فيه الإفريقي. أولى 3 نقاط في البلاي أوف، تجاوز حاجز النقطة ويبدأ بحاجز 3 نقاط من بدايته في بلاي أوف في هذا الموسم، أمام غريم تقليدي في ديربي أمام